ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تمام. المادة ان شاء الله النهاردة بتاعة الدكتور احمد فتحي، مادة الانسترومنتال. المادة دي عليها 30 درجة وتتحل في نص ساعة، يعني دي تكون زي الكمبيوتر في الامتحان. انا عاملة لكم المنهج على هيئة سؤال وجواب. تمام. طبعا من امتحانات السنين اللي فاتت. المادة دي فرع من 4 فروع، يعني ده فرع من 4 فروع اللي هو البروتين والنيوكليك اسيد والبادي فلويد. تمام. نشوف المحاضرة الاول، نبتدي. يا ريت لايك وشير، لو في اي حاجة اكتبوا في الكومنتات. ليكتشر 1 important exam compare between different types of centrifuge or right on centrifuge has 3 types. اول حاجة low speed centrifuge، هقارن بين low speed centrifuge والhigh speed centrifuge والultra centrifuge. طيب دلوقتي low speed centrifuge used for روتين سيدمنتيشن اوف الهيفي بارتيكلز هاف ماكسيمم سبيد من 4000 ل 5000 ار بي ام ويز الار سي اف بتساوي 3000 اكس جي اوبريت ويز روم تمبريتشر ويز نو مين اوف التمبريتشر كنترول اوف ذا سامبل يوز ان سيدمنتيشن اوف الريد بلاد سيلز هاف تو تايبس فيكسد انجل سويكينج باك. بعد كده الهاي سبيد سنترفيوج هاير سبيد والتمبريتشر كنترول اوف روتر شامبر از اسينشال روتر شامبر نير 4 درجة سليزياس هاف 3 تايبس فيكسد انجل وسويكنج باكيت و فيرتيكال روتر. طيب الالترا سنترفيوج اناليتيكال وبريبريتيف ذا موست سوفيستيكيتد اوف السنترفيوج هاي سبيد 150000 ار بي ام والار سي اف بتساوي 1,500,000 اكس جي ان تست انتنس هيت جنريتد وذ الروتر. طب بعد كده بيقول لك السؤال ده جه في امتحان 2020، ماشي؟ يو ويش. طبعا بص يا جماعة، امتحان دكتور احمد فتحي 30 درجة، 15 درجة مسائل، يعني ممكن يجيب مسألتين كل واحدة عليها مثلا 7 درجات ونص، وال15 درجة التانيين بيجوا مقالي، بيجوا 3 اسئلة كل واحد عليه 5 درجات، ماشي؟ فخلي بالكم المسائل، خلي بالكم القوانين، قوانين حفظ، حفظ زي اسمي. اديني قلت you wish to centrifuge a biological sample so that it experiences an RCF of 50,000 XG at what RPM must you set the centrifuge assuming an average R value of 5 سنتيمتر. طبعا الإجابة بالأخضر السؤال بالأخضر والإجابة بالأسود. انصر ان ال RCF بتساوي 1.119 × 10^5 في ال RPM تربيع في ال R، ده القانون، حفظ زي اسمي. يبقى ال RPM تربيع بتساوي ال RCF في 10^5 × 1.119 في R، يبقى ال RPM تربيع بتساوي 50,000 في 10^5 × 1.119 في 5، هتساوي ان ال ار بي ام، طبعا هعمل لها جذر عشان دي تربيع، فتساوي ايه؟ 29,894. هكتب الايه؟ التمييز، تمييز عليه درجة روترو ريفوليوشن بير مينيت، ريفوليوشن بير مينيت. طبعا دي المعطيات اللي هي كانت في المسألة، ان ال ار سي اف 50,000 اكس جي وال ار بتساوي ايه؟ 5 سنتيمتر. انا بحب اطلع المعطيات كده على جنب يعني زي مسود. طب بيقول لك why low speed centrifuge can't used ال RCF بتساوي 50,000 XG ان ال RCF is low speed centrifuge بتساوي 3000 XG. طيب السؤال ده جه في بيجي في الامتحانات، يعني compare between different types of routers in high speed centrifuge، قارني بين fixed angle with swinging bucket و vertical router. طيب الفيكسد انجل يوزد
for different bleating of the particles. Sweeping bucket used for density gradient centrifuge. Sample tube move to position perpendicular on axis of a rotation. Inner vertical router used for gradient centrifuge. The same tube remain in upright position. Upright position يعني واقف كده. هنا position perpendicular على الاكس على الاكسس اهو، يعني عامل بصوا عامل كده، الانبوبة بتبقى عاملة كده في الجهاز. المايكروفيوج هاي سبيد سنترفيوج designed for bench tube they used for rapid bleeding of a small sample when a temperature controls the max speed between 12000 ل 15000 rpm. طب لاحظ لي نوت بيقول لك ان الهاي سبيد سنترفيوج routers constructed from metals such as aluminum and titanium. بيقول لك ان الأوزول ميتال راوترز has great strength they have several disadvantages. ايه العيوب؟ they aren't corrosion resistant و they are heavy to handle تقيلة جدا و they are become fatigue you with use. طبعا بترهق مع الاستخدام او يعني زي تقول جهاز يقيأ او يحصل له اي مشاكل بقى الجهاز بقى. فابريكيت يختلق from carbon fiber materials advantages they are 60% lighter than aluminum و titanium router. اخف طبعا carbon fiber اخف lighter weight reduce time. كل ما اقلل في الويت طبعا كل ما اقلل في التايم. need to lower service والكوست طبعا واقلل في الخدمات واقلل في التكلفة. basic principle of centrifuge centrifuge force بتعتمد على الماس الام والراديوس والار والسبيد الار بي ام. طيب انا عندي السؤال ده بيجي في الامتحانات ايه الابليكيشن اوف السنترفيوجيشن. هنا الفيلوسيتي سيدمنتيشن سنترفيوجيشن وفراكشنال سنترفيوجيشن. ايه الفيلوسيتي سيدمنتيشن سنترفيوجيشن؟ تكنيك يو سيبريشن particles ranging in size wavy particles are sediment in low speed centrifuge. طب fractional centrifugation specific method of separation consists of successive centrifugation at increased rotor speeds. كده نبدأ في لكتشر اتنين بيرز لو مهم 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 وهيجي في الامتحان. ابزوربانس از دايركتلي بروبيشنال تو كونسنتريشن. الايه بتساوي ايتا في ال اف سي. احفظ القانون زي اسمي الايه الابزوربانس الايتا المولكولار ابزوربتيفيتي ال ال ليت اوف اللايت باس السي كونسنتريشن اوف الابزوربنج مولكيولز. هنا اكزام ده مهم جدا ده جه في امتحان 2020 ده. solution of an amino acid has الايتا اوف 703 جي اس سالب 1 سنتيمتر اس سالب 1 اللي هو جرام اس سالب 1 سنتيمتر اس سالب 1. ماشي الابزوربانس ايه اوف 75% ان 1 سنتيمتر باس لينس concentration of a solution in gram لكل لتر. يبقى الانسر الاجابه الايه بتساوي ايتا في ال اف سي. الاي بيساوي ايه 75% ال ال بواحد الايتا 703 جرام اس سالب 1 سنتيمتر اس سالب 1. فين السي بتساوي ايه على ايتا في ال السي بتساوي ايه 75% على 730 703 في 1 703 في 1 هتساوي ايه 100 1 علامة 0.6
ف10 أس سالب 3 جرام لكل لتر. تمام. طب لو التي بتساوي 5 يبقى الايه بتساوي، نحفظ القانون ده برضو، 2 ناقص لوج تي في المية يبقى ايه بتساوي 2 ناقص لوج ايه 5%. طب نلاحظ يا جماعة ان concentration of the substance is directly proportional مع amount of light absorbed or inversely proportional مع log of the transmitted light. ال A بتساوي log 100% ناقص log T، يبقى ال A بتساوي 2 log T A في المية، وده هيعمل. تعالوا lecture 3 ال spectrophotometric instruments measure the absorbance by producing light components, light source, sample chamber, monochromator, detector, recorder, computer. light source، مهم الكلام ده، وجه في امتحان 2020 كان عليه 5 درجات السؤال ده. visible near IR region وال visible UV region. هنا في الفيزابل انا بستخدم التنجستين اور التنجستين ايديد لامب، وقول لي 15% من الراديانت انرجي اميتد فولز ان ذا فيزابل ريجن. هنا الفيزابل يو في ريجن ديوتيريوم ديسشارج لامب بروفايد كونتينوس اميشن داون تو 165 نانومتر، اللو بريشر ميركوري لامب اميت شارب لاين سبيكترم ان بوز فيزابل، واليو في لاينز ميديوم والهاي بريشر ميركوري لامب اميت كونتينوس فور اليو في تو ذا ميد فيزابل ريجن. طيب انا عندي السؤال ده بقى محترم، جه في الدور الثاني عام 2021، السؤال ده عليه 9 درجات، جه محترم كده بتقلب درجاته بكل حاجه. المونوكروميتور رايت اون two types of المونوكروميتور، different types of المونوكروميتور in UV على ال V is spectrophotometer. أول حاجة هنا colored glass filter، أنا أقارن ما بين 4 حاجات: colored glass filter, interference filter, the prism, diffracting grating. اول حاجه colored glass filters simple وانا inexpensive وانا useful but has wide band pass of radiant energy so has low transmittance of selected wavelengths. هنا interference filter constructive interference wave in phase enforce each other، ده التدخل البناء كنا بناخده في العلوم زمان واحنا صغيرين. تمام. ده destructive interference wave out of the phase cancelled out each other، ده التدخل الهدام بيكنسلوا بعضهم. تمام. the prism when light focused in prism occur refracting حيود الضوء result in dispersion of light into a continuous spectrum. تمام. هنا ده diffracting grating consists of many parallel grooves etching on a polished surface. parallel يعني parallel grooves يعني تحس كده مشرشر كده بس كلهم parallel متوازيين، لما الضوء بيسقط بيطلع الضوء بيطلع بالطريقة دي. linear spectral the order m lambda بتساوي 2 d sin theta، القانون ده حلو وحفظه. the degree of the bending depend on the wavelengths. تمام. بعد كده السامبل شيب، السامبل شيل، السامبل سيل الشيب والماتيريال والشامبرز. الشيب اوف الكوفيتا راوند وسكوير، الكوفيتا اللي احنا بنحطها في الجهاز بتبقى اللي هي بتاع الكوارتس او الزجاج دي، كوفيتا اللي فيكوا في معمل هيعرفها، يا اما هتكون سكوير يا مربع يا راوند مدوره، بس هي بتاعت راوند دي كان زمان وخلص، يعني سكوير دي اللي موجوده دلوقتي على ما اعتقد سكوير. اه شفتها كتير سكوير دي في المعمل. ماتيريال اوف كوفيتا نوعيتها وايوس كوارتز كوفيتا ان ذا يو في، ليه بستخدم الكوارتز في اليو في والبلاستيك كوفيتا في الفيزابل ريجن؟ السؤال ده مهم.
ماشي، لان بيقولك ان الكلاس كوفيتا ان اكسبنسيف يوز ذا انفيزابل ريجن بات ابزورب اللايت ان يو في ريجن. هي بستخدمها في الفيزابل بس بتمتص اليو في، فعشان كده ما ينفعش استخدم الكلاس كوفيتا في اليو في. كوارتز كوفيتا يوز في الريجن والفيزابل ريجن، بتستخدمها في اليو في ريجن والفيزابل ريجن. يبقى الكوارتز دي ايه؟ بنت جدعه وبنت حلال، وتشوف لي كل الايه المراحل الفيزابل واليو في. ده من 200 لـ800 نانو متر. سو يوز كوارتز كوفيتا، استخدمها يعني. يقول لك ايه؟ انصح باستخدام الكوارتز كوفيتا بالرغم ان هي ايه غاليه، عشان هي بتشوف الفيزابل واليو في. البلاستيك كوفيتا افاليبل ان بولي سترين او البوري ميسا كرايليت. ماشي، متوفرة بأسماء المواد الجمال دول. ما علينا. ادي السامبل شامبر، يا سنجل بيم يا دبل بيم. تعال نبص السنجل بيم، الرسمة الحلوة الجميلة دي. لايت سورس، وهنا انترانس سلايت، وبعد كده هنا ايه جريتنج، وبعد كده مونوكروميتر واكزيست سلايت، وهنا السامبل كوفيت، وهنا البي ام تيوب، وهنا الاي دي ديسبلاي. طب الدبل بيم نفس الرسمة، بس هنا احط اتنين ايه كوفيتا، هنا هتبقى في رفرنس كوفيت. طبعا هنا البيم سبيديتر يعني هيتقسم، يبقى الدبل بيم هنا انا عندي اللايت سورس، انترانس سلايت، جريتنج، مونوكروميتر، اكزايت سلايت، هنا عندي السامبل كوفيت، عندنا ريفرنس كوفيت، هنا البي ام تيوب، هنا الاي على الدي، هنا ايه الديسبلاي. طيب انا هنا عندي عم الديتكتور، مالك يا ديتكتور؟ بيقول لي كونفرت ترانسميتد راديانت انرجي انتو ان ايكويفالنت اماونت اوف الالكتريكال انرجي. طب السؤال ده بيقول لك كومبير بتوين اور رايتن اون، ده بيجي في الامتحان، الفوتو مالتبلاير تيوب البي ام تي او الفوتو دايود اري اللي هو بي بي اي. الفوتو مالتبلاير تيوب انسيدنت لايت ستريكس كوتد كاثود اميت الكترونز، الكترون اتراكتد تو سيريس اوف الانودز كيلد داينودز جيف سكند الكترونز when hit by single electrons current signal. بعد كده uses in instrument extremely sensitive to very low light level because amplifications. تمام. طب الفوتوديود array ال BBA consists of silicon crystal not sensitive to light as the BMT because the lack of amplification. Uses in modern spectrophotometer each photodiode respond to a specific wavelength. أنا عندي ال incident light وهنا ايه photo cathode اهو، وهنا الضوء اهو بينزل اهو، وده ال dynode chain. الشعاع الواحد يعمل شعاعين، الشعاع الواحد يعمل شعاعين، الشعاع الواحد يعمل شعاعين. بصوا بيسقطوا ازاي، الشعاع الواحد يعمل شعاعين، الشعاع الواحد يعمل شعاعين، الشعاع الواحد يعمل شعاعين، الشعاع الواحد يعمل شعاعين، الشعاع الواحد يعمل شعاعين. ده الانود وده ايه الشيلد. بعد كده اكزام، ده بيجي في الامتحان، رايت اون ابلكيشن اوف اليو في والفي اي اس سبكتروفوتوميتر سبكتروسكوبي. هنا بيقول لك ان انا بقيس الابزوربانس ات الفيكسد ويف لينث يوزد تو اوبتين كوانتيتيف انفورميشن ان اكزامبل كونسنتريشن اوف السوليوت. انا عندي هنا سنجل بيم انسترومنت ودبل بيم انسترومنت، ايه الفرق بقى؟ مقارنه. السنجل بيم انسترومنت بيقول لك بليس سولفنت اون كوفيت ادجست ابزوربانس واد زيرو، وبليز سامبل ان كوفيت سولفنت زاد السامبل زين ريد الابزوربانس. هنا الدبل بيم انسترومنت زيرو انسترومنت ويز نو كوفيت اون سامبل اور ريفرنس بليز تو سولفنت ان سامبل كوفيت، هنا بليز سولفنت ان ريفرنس كوفيت، وهنا بليز سامبل
انسامبل كوفيت، وهنا ايه ريد الابزوربانس. هنا بيقول لك ان الابزوربانس بيقيس مشورمنتس اس فانكشن اوف الويف لينث. هنا بروفايد كواليتاتيف انفورميشن فور سولفينج ايدنتيفاي ستراكشر اوف ا بيور سبستانس. عندي هنا الرسمه اهي، هنا اللامدا والاو دي، هنا اتش بيك، كل بيك ريفيرز تو سبيسيفيك سبستانس، كل بيك بتدل لي على ماده سبستانس ستراكشر. كده يا جماعه خلصنا يعني اول 3 محاضرات. يا ريت لايك وشير، لو في كومنت اكتبه. ربنا معاكم ويحافظ عليكم وينجحكم. وبرده تعرفوا حد يعني علوم السنين اللي فاتت، يا ريت تبعتوا الفيديو ده اللي هو اولى او تانية او تالتة او رابعة، لان هما بياخدوا غالبا نفس المنهج بس في سنة من السنين، مش فاكرة ايه. امين، شكرا.